الباحث الأمريكي يقول إن العملية في سوريا قتلت زعيم داعش أبو إبراهيم القرشي. بعد تكرار اعتداءاتها على دول المنطقة، برلمانيون أوروبيون يطالبون بإدراج جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب. المحكمة الدستورية العراقية العليا ترد دعوى الإطار التنسيقي بشأن كتلة البرلمان الأكبر. الخارجية الأمريكية تقول إن نافذة فرصة إحياء الاتفاق النووي مع إيران أصبحت صغيرة جدا. طيب الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا، وساعة إخبارية مفصلة عبر شاشة الحدث وآخر التطورات، حيث قال الرئيس الأمريكي أن الغارة الأمريكية بإدلب قتلت زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. بايدن أضاف أن العملية في سوريا أزاحت زعيم تنظيم داعش من ساحة المعركة. نفذت هذا كما قالت أيضا صحيفة وول ستريت جورنال أن العملية الأمريكية في إدلب تمت بطائرات أباتشي ومسيرات، كما تم التخطيط أيضا لها خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الموقع المستهدف في إدلب يقع على بعد 15 ميلا من قرية بريشة، حيث قتل البغدادي في أكتوبر عام 2019 في غارة نفذتها الولايات المتحدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أنه يتوقع أن يدلي بايدن اليوم بكلمة حول عملية إدلب، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مروحية أمريكية أصيبت بأعطال أثناء عملية الإنزال وتم تدميرها لاحقا بطائرة أمريكية. مراسل الحدث ماجد حميد لديه معلومات وتفاصيل عن العملية الأمريكية في شمال سوريا. أهلا ومرحبا بك ماجد. ماجد بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، خاصة وهذه الأعواج التي ظهرت معنا قبل قليل، بايدن العملية في سوريا أزاحت تنظيم داعش من ساحة المعركة، ما المزيد من التفاصيل؟ تفضل. نعم، كنا كقناة الحدث هي القناة الأولى التي تحدثت بصراحة منذ ساعات بأن العملية التي جرت فجر اليوم في أدلب هي كانت تستهدف زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش من خلال عملية خاصة للقوات الأمريكية، وبحسب المعلومات المتوفرة بأنه أيضا بناء على معلومات استخباراتية زودت من قبل جهاز المخابرات العراقي الوطني مع الجانب الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلى الوصول إلى قرداش. وتفيد المعلومات بأن النساء الثلاث التي قتلنا جراء هذه العملية بعد أن قام أحد الأشخاص المتواجدين في المنزل بتفجير نفسه هن نساء عبد الله قرداش. وتفيد المعلومات الاستخباراتية أيضا بأن المخابرات العراقية كانت تراقب منذ فترة تحرك النسوة، أي النسوة عملية متابعة تنقل نساء قرداش هي التي أطاحت بعبد الله قرداش. عبد الله قرداش يعتبر من الجيل الأول للتنظيمات الإرهابية في العراق، عمل مع تنظيم القاعدة وكذلك كان في السجون الأمريكية، كان مشرف على الكثير من العمليات الإرهابية في محافظة نينوى، وهو ينتمي إلى قضاء تل الأعفر في محافظة نينوى العراقية. كما أشرت، وتسلم زعامة التنظيم بعد مقتل أبو بكر البغدادي الزعيم السابق للتنظيم والذي أسس تنظيم داعش أو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، وتم بعد ذلك مبايعته وأشرف على التنظيم. هو كان مصاب جراء غارة أمريكية سابقة في جراء من قبل القوات الأمريكية في عمليات تحرير التي تمت في محافظة نينوى في عام 2014 و15 وشاركت فيها القوات العراقية. يعتبر مقتل قرداش هو نصر للحكومة العراقية وكذلك الحكومة الأمريكية، لأنه يعتبر كما أشرت من أهم قادة تنظيم داعش، وبذلك يفقد التنظيم الجيل الأول بشكل كامل بعد مقتل عبد الله قرداش. وماذا عن المعلومات التي تحدث فيها بايدن عن قضية قتل القرشي؟ هل قتلوا اثنين يعني، أم هو فقط من أدليت بمعلوماتك عنها الآن؟ أم هو نفسه وله اسم آخر يعني؟ نعم، هو
هو نفس الشخص عبد الله، هو نفس الشخص عبد الله قرداش، ولديه الكنية القرشي التي يتم من خلالها تسمية أمراء أو زعامات تنظيم داعش. مثلا أبو بكر البغدادي، وليس اسمه أبو بكر البغدادي، والاسم الحقيقي لعبد الله قرداش هو أمير محمد سعيد. الاسم الحقيقي لعبد الله قرداش هو أمير محمد سعيد، كني بعدة أسماء جراء انتمائه لتنظيم القاعدة، آخر هذه الأسماء عرف باسم عبد الله قرداش، وقرداش نسبة إلى القومية التي ينتمي إليها، وهي القومية التركمانية أو التركمان المشهورين في قضاء تل عفر. وكما أشرت، هو من الجيل الأول لهذا التنظيم، وشارك في الكثير من العمليات الإرهابية في العراق، وأشرف على الكثير من العمليات العسكرية ضد القوات العراقية وكذلك المدنيين. بعد مقتل البغدادي تم مبايعته، وكان هو قريب جدا من قبل البغدادي، كان عسكري لعدد من الولايات العسكرية منذ نشأة تنظيم القاعدة في عام 2006، وأيضا تصدر نائب البغدادي عندما كان أبو بكر البغدادي زعيما للتنظيم، هو كان أحد نواب البغدادي. العملية التي جرت في إدلب فجر هذا اليوم، وتمت من قبل القوات الخاصة الأمريكية، بحسب المعلومات بأنه القوات الخاصة طلبت بإخراج الأطفال والنساء، لأن بناء على المعلومات التي تشاركت بها القوات الأمريكية مع جهاز المخابرات العراقي، كانوا يعرفون بوجود عدد من الأطفال وكذلك النساء، وتحديدا 3 نساء وهن زوجات عبد الله قرداش. لم تتم الاستجابة، قام أحد الأشخاص الموجودين داخل المنزل بتفجير نفسه، وبعد ذلك حدث تبادل لإطلاق النار مما أدى إلى سقوطه قتيلا، وكذلك الموجودين في المنزل. وتشير المعلومات بأن عدد القتلى 9 قتلى جراء هذه العملية النوعية للقوات الأمريكية الخاصة في إدلب. هذه العملية هي مشابهة لعملية ملاحقة ومقتل أبو بكر البغدادي قبل 2 سنين تقريبا من الآن. نعم ماجد، وهنا الحديث عن مستجدات الوضع، يعني بعد الإعلان عن مقتله وتصفيته كاملا ولم يعد موجود أساسا في ساحة المعركة، رغم هذه التسميات الكثيرة له، يعني هو نفس الشخص للتأكيد، هو نفس الشخص، كيف يربك ذلك الصفوف هذه التنظيمات؟ هل أمانة تستطيع إعادة ترتيب نفسها سريعا؟ يعني إذا ما تحدثنا عن ما سبق أبو بكر البغدادي، أخذ وقت وليس بقصير يعتبر، ولكن رتبوا صفوفهم وأعلنوا عن عمليات تلت مقتل البغدادي. نعم، عمليا نحن نتحدث عن انتهاء الجيل الأول للتنظيمات الإرهابية في العراق بمقتل عبد الله قرداش. عبد الله قرداش يمثل آخر الشخصيات التي يعني قاتلت في تنظيم القاعدة وانضمت بعد ذلك مع أبو بكر البغدادي. لذلك عمليا سيتم التنظيم، لن ينتهي في هذه الضربة، لكنها تعتبر ضربة موجعة لأهم شخصية متشددة في التنظيم. سيذهبون إلى مبايعة شخص أخرى، نحن بانتظار ذلك من قبل تنظيم داعش الإرهابي. لكن عملية مقتله هي تعتبر بهذا الوقت القصير، كما أشرت لم يستطع إدارة التنظيم لعدة سنوات طويلة، ولم يظهر إلى العلن أبدا منذ تسلمه منصب زعيم داعش. أبو بكر ظهر وكانت لديه عدة لقاءات وصور شخصية، هذه الصور التي عرضناها قبل قليل على شاشة الحدث لعبد الله قرداش أثناء عملية اعتقاله من قبل القوات الأمريكية، وكان معتقل في سجن بوكا الذي أشرفت عليه القوات الأمريكية عندما كانت متواجدة في العراق. نعم، يعني جون كيري المتحدث باسم البنتاغون يتحدث أنه لا ضحايا ولا يوجد ضحايا أمريكيون في هذه الضربة، هل هناك أيضا مزيد من التفاصيل متوفرة حول هذا الوضع؟ نعم، العملية التي جرت فجرا وهي بناء على معلومات استخباراتية دقيقة بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي، في عملية المعلومات التي يتم مبادلتها في إطار دور التحالف الدولي في العراق، وهذا ما كان شددت عليه الحكومة العراقية بأنها تحتاج لعملية المواصلة الاستخباراتية ما بين الجانبين. هم كانوا يعرفون جيدا بوجود نساء وأطفال وعدد من الأشخاص في هذا المنزل الموجود، والهدف الذي تم توجيه هذه القوة وهو كان بالتحديد عبد الله قرداش. وأشرفت القوات بشكل خاص، طوقت المنزل عند سماع
صوت الطائرات، تم عملية إطلاق نار باتجاه القوة. طالبت القوة من خلال مكبرات الصوت بإخراج الأطفال والنساء، وهذا تأكيد بأنهم كانوا يعرفون جيدا بوجود نساء وأطفال داخل هذا المنزل. تم رفض عملية إخراج الأطفال والنساء. قام أحد الأشخاص الموجودين داخل المنزل، وربما يتم الكشف عن معلومات عنه لاحقا، قام بتفجير نفسه، ومن ثم حدثت عملية إطلاق نار متبادلة مع القوة التي حاصرت المنزل، مما أدى إلى سقوط القتلى داخل المنزل. وكما تشير المعلومات الخاصة للحدث بأنه من بين القتلى ثلاث نساء هن زوجات عبد الله قرداش. لكن مجموع من تم قتلهم داخل هذا المنزل ليس معروف حتى الآن، يعني العدد كامل ليس معروف حتى الآن، صحيح؟ نعم نعم، نتحدث عن 9 قتلى. المعلومات تشير بأن من سقطوا 9 قتلى ثلاث نساء وعبد الله قرداش وشخص آخر كان موجود في المنزل، وعدد من الأطفال أيضا كانوا موجودين من المنزل. لذلك ذهبت القوات الخاصة الأمريكية طلبت من خلال مكبرات الصوت بأن يتم إخراج الأطفال والنساء، لكن لم تكن هناك استجابة، وحدث إطلاق نار باتجاه القوة، من ثم قام أحد الأشخاص بتفجير نفسه داخل المنزل. ابقى معنا ماجد إذا سمحت، سننتقل لتفاصيل أكثر. ينضم إلينا من الحدود السورية التركية الناشط السياسي إبراهيم الأدلبي، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الساعة المفصلة. وهنا الحديث كما أشار زميلنا ماجد لأنه لم يظهر هذا الشخص على الملأ أبدا، كانت عملية استخباراتية ناجحة استطاعت فعلا تصفيته وأيضا إخفاءه من ساحة المعركة، وباعتبار أيضا أنه انتهى الجيل الأول من الشخص. إذا ما تحدثنا عن طبيعة المنطقة الجغرافية، طبيعة التركيبة الاجتماعية المحيطة أيضا بهذه المنطقة، تركيبة المسلحين أيضا المسيطرين على هذه المنطقة، كيف يمكن وصف هذا الوضع؟ أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. نعم، في الحقيقة المدنيون المتواجدون في تلك المنطقة لم يكونوا على دراية أن ذلك الشخص الذي يقيم في المنزل في الطابق الأول هو ذاته أمير تنظيم داعش أو تنظيم داعش الإرهابي، والذي قتل بالعملية العسكرية بالإنزال مساء أو بعد منتصف الليل. ولكن في الحقيقة المدنيون لو كانوا يعلمون أن هذا هو الشخص هو قائد تنظيم داعش، وذلك من خلال عملية تواصلي بشكل شخصي من أجل أخذ شهادات قبل إعلان مقتل هذا الشخص من قبل الرئيس جو بايدن، كانت هناك حديث عن أن الظواهري أو أحد قيادات القاعدة البارزين، ولكن المدنيون كانت إجابتهم واحدة، لو كان الظواهري في هذا المنزل أو أحد قيادات القاعدة المعروفين لما كان هناك داعي لوجود إنزال أو حتى عملية عسكرية، كان المدنيون سيقومون بعملية تصفية هؤلاء القادة حتى لا يكونوا نقمة على هذه المنطقة، لأن المدنيون في المنطقة يرفضون الإرهاب بكافة أشكاله، ولن يسمحوا بوجود الإرهاب أو القيادات الإرهابية بالقرب من المخيمات. ولكن كما اعتدنا دائما واعتاد الجميع على أن هذه التنظيمات التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية، لأن الموقع المستهدف حقيقة هو بالقرب من تجمع مخيمات للنازحين السوريين على الحدود السورية التركية، أي الأمر مشابه لمقتل البغدادي بالنسبة لوجوده بالقرب من مخيمات للمدنيين العزل الذين بالأساس لا يعلمون هذا الشخص من يكون، خاصة أن هناك فقط صورة واحدة كانت قد نشرتها المخابرات العراقية. وهل هذا يعتبر أكثر أمانا لهم للتخفي حتى لا يجدوهم أنهم قريبين إلى مخيمات النازحين في مناطق أهلة بالسكان ومناطق تعتبر فيها أكثر الموجود مدني؟ نعم صحيح، التركيبة الجغرافية لهذه المنطقة، هناك موجات جميع يعلم هناك موجات من النزوح كبيرة من مناطق سوريا عامة، إن كان من درعا وصولا إلى حتى مدينة إدلب. لذلك الوافدين إلى هذه المنطقة لا الجميع لا يعلمون بعضهم في تلك المنطقة، ويمكن لأي شخص أن يقول أنا من المنطقة الفلانية إذا كان يتقن اللغة العربية البيضاء أو اللغة الشامية أو أي لغة كانت. لذلك لم يكن أحد يتوقع أن هذا الشخص المتواجد في هذا المنزل مع السيدات الثلاثة والأطفال أنه هو قائد تنظيم داعش. لذلك طبعا العملية كانت يبدو أنها دقيقة مبنية على معلومات استخباراتية ومتابعة من قبل القيادة الأمريكية والمخابرات العراقية التي شاركت بالعملية، وذلك بموجب أن شهود العيان أكدوا أن من استخدم مكبرات الصوت من أجل النداء لإخراج الأطفال ثم السيدات من خلفهم منزوعي السلاح هم ذو لهجة عراقية، وهذا يؤكد أن العملية مشتركة ما بين القوات أو ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هناك وجب التنبيه إلى نقطة مهمة جدا، أن
العملية تختلف كليا عن عملية مقتل البغدادي أو استهداف البغدادي، لأنه يبدو أن هناك كانت محاولة لإلقاء القبض على هذا الشخص على قيد الحياة، خاصة أنه لم يكن هناك قوات تعزيز حماية للموقع المستهدف. كان هناك بعض الاشتباكات والمناوشات التي تعرضت لها القوات الأمريكية والقوات العراقية من استهداف من الخلف أو من مناطق مجاورة، ولكن لم ترتقي إلى مستوى اشتباك ما بين قوتين. لذلك لم نلاحظ عملية استهداف للمنزل على غرار استهداف منزل البغدادي في وقت سابق وتدميره، بأنهم كانوا يعلمون أنه ما يزال في القبو، وجد أيضا هناك قبو يوجد فيه عائلة سورية غير معنية بهذا الأمر، وما تزال عايش العائلة على قيد الحياة. لم يتم استهداف المنزل لأنهم يعلمون أن هناك أطفال ما زالوا على قيد الحياة وأناس ليس لهم أي اقترابنا أو تش بهذا الموضوع، ولكن كان هناك استهداف لثلاث نقاط محيطة للموقع المستهدف. هذه النقاط يبدو أنها كانت مصدر لإطلاق النار ومضايقة للقوات المتقدمة، وهي بمحيط منطقة دير بلوط امتدادا إلى أطمة. لذلك طبعا لم يتم تفجير المنزل، كان هناك عملية اشتباك فقط لمدة 15 دقيقة، وذلك استنادا إلى شهود العيان القريبين إن كان سكان المخيم أو حتى المنازل المنتشرة بالقرب من المنزل المستهدف، الذين تحدثوا أن القوات الأمريكية والقوات العراقية دخلوا إلى داخل المنزل بعد أن حصل الاشتباك الخفيف، وأيضا كان هناك تفجير من الداخل كما تحدث مراسلكم. نعم، وهذا صحيح، أكدوا شهود العيان أن هناك انفجار من الداخل تسبب بمقتل تحرير من كان في الداخل. تحرير الشام، هل هي قريبة من هذه المنطقة؟ يعني هل هناك مسافة تبعد عنهم؟ بالنسبة لهيئة تحرير الشام، دعيني أتحدث عن ما حدث قبل 48 ساعة من عملية الاستهداف. يبدو أن هيئة تحرير الشام، وليس يبدو، أن هيئة تحرير الشام قبل 48 ساعة قامت بعملية اعتقال وحملة مداهمات لعدد من القيادات تنظيم القاعدة، إن كان حراس الدين وغيرهم من حراس الدين والقيادات الغير سورية، أتحدث عن حملة الجنسية الأجنبية، وتم اعتقال 20 شخص. يبدو أن لهذه العملية كان دافع لتحرك إن كان زوجات أبو إبراهيم القرشي أو قائد تنظيم داعش الذي قتل اليوم، أو حتى هو شخصيا كان قد تحرك من منطقة إلى أخرى، مما أدى إلى كشف موقعه واستهدافه بشكل مباشر. هي التحرير الشام كانت قريبة من الموقع على بعد تقريبا 20 إلى 23 كيلومتر، ولكن ساهمت استخباراتيا في التبليغ عنه مثلا أو جمع معلومات أو الإدلاء بها؟ لا أريد أن أقول أن هيئة تحرير الشام شاركت بهذا الأمر بشكل مباشر، ولكن يبدو أن للعملية التي حدثت آثار أدت إلى الوصول إلى زعيم تنظيم القاعدة المتواجد في تلك المنطقة، ولكن بالمجمل أن هيئة تحرير الشام لم تتدخل بعملية أو تصدي لعملية الإنزال أو الخوض بأي عملية اشتباك، وذلك نقلا عن المدنيين، لأن هناك كانت مناشدات عبر المراصد الموجودة لسكان المخيمات بالابتعاد وعدم الخروج من الأماكن التي المتواجدين فيها وعدم إشعال الأنوار، لأن هناك إحدى السيارات التي حاولت إشعال الأنوار داخل مدينة أطمة البعيدة عن عملية الاستهداف قرابة أقل من 15 كيلومتر، تم استهداف هذه السيارة بالرشاشات من طائرات الهليكوبتر الأمريكية التي كانت تقوم بالتغطية لعملية المتقدمين على المستوى الميداني. أيضا كان هناك سيارة مدنية أخرى اقتربت من الموقع المستهدف، ويبدو أنه لم يكن سعيد الحظ مما أدى إلى وفاته هو وزوجته. لذلك العدد الإجمالي الذين سقطوا بهذه العملية هم 13 بالمجمل، بينهم 6 أطفال وأربع سيدات وثلاث رجال. عندما نتحدث عن أربع سيدات، هناك سيدة غير معنية بهذا الموقف كانت قد قتلت بسبب تواجدها في إحدى السيارات مع زوجها ومروا بالقرب من الموقع المستهدف. إذن كان هناك محاولة من القوات الأمريكية بعد أن تعرضوا لعملية الاشتباك لمحاولة الدفاع عن النفس واستهداف أي تحرك من حولهم، ولكن المدنيون المقاطنين بالمخيمات كانوا قد وعوا منذ الإنزال الأول واستهداف الجولاني أنه لا يمكنهم الخروج أو التدخل أو حتى محاولة إشعال الأنوار أو التحرك بالسيارات لأنهم سيكونوا هدفاً، وذلك طيب تم التنويه. هذا يعطي إشارة إبراهيم لأنه هذه القيادات نجحت في التخفي لفترة طويلة وسط مخيمات المدنيين والنازحين، ويبدو أن هذه الاستراتيجية نجحت. هل يمكن القول بأنه هل توجد شخصيات أخرى الآن يجمع عنها معلومات؟ لنقل ما هو سبب نجاح هذه الاستراتيجية. قبل إجابتك أعتذر منك إبراهيم، هذه الصورة طبعا التي تعرض على الشاشة الآن هي لعبد الله قرداش، تفضل إبراهيم أكمل. نعم،
كنت أتحدث أن سبب نجاح هذه الاستراتيجية معروف جدا، ليس لأنهم يحتمون فقط بين المدنيين، لأن المراكز الاستخباراتية والمراكز التي تتابع هذه التنظيمات لا تقوم بنشر صورهم أو معلومات عنهم حتى يتم الإدلاء عنهم أو إخبارهم. أنني أخبرتك أو تحدثت مع المدنيين في المناطق القريبة أو من الموقع المستهدف، قالوا لو أنهم يعلمون أن الظواهري كان في هذه المنطقة لتصرفوهم قبل أن تأتي القوات الأمريكية. هذا أكبر دليل على أن نقص المعلومات المتاحة بالنسبة للمدنيين أدى إلى احتماء هذه القادة أو قيادات الحلول الإرهابية ما بين المدنيين وجعلهم دروع بشرية. كنت أشاهد مقابلة لصاحب المنزل الذي قام بتأجيره، كان يتحدث يقول أن هناك شخص يتحدث اللغة أو اللكنة الحلبية أي سوري قام باستئجار المنزل منه بشكل مباشر، وقال أنه هو وزوجته وأطفاله سيسكنون في الطابق الأول، وفي الطابق الثاني ستسكن أخته وزوجة أحد أقاربي المتوفين وأطفالهم، أي أنهم استخدموا الحيلة من أجل الحصول على هذا المنزل. والرجل صاحب المنزل السوري قال أنه لا يعلم بشكل مباشر من هم هؤلاء، وأنهم أن الرجل كان يستخدم سيارته لنقل البضائع. هذه طبعا الإخفاء المعلومات والصور عن المدنيين بشكل عام وفر بيئة آمنة لهذه القيادات، إن كان قيادات داعش وغيره من القيادات الإرهابية، لتختبئ بين المدنيين، والمدنيين لا يلقوا لها بال ولا يعرفوا، وهم يشكلون أكبر خطر على المدنيين، لأن تنظيم داعش كان قد نكل بهؤلاء المدنيين الموجودين بالمخيمات في وقت سابق، وكان سببا بمعاناتهم من خلال إن كان هجومي على فصائل الجيش الحر في البداية التي حاول لا. تنظيم داعش إنهاءها، أو حتى نعم. بعد ذلك الاختباء بالقرب من المخيمات، وهذه جريمة استخدام نعم. المدنيين كدروع بشرية في حال. ستبقى معنا إبراهيم إن سمحت، ما زالت الساعة مفتوحة لكثير من التطورات، وهنا نعود لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الغارة غير المسبوقة على شمال سوريا، حيث كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغارة الأمريكية في إدلب قتلت زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي والمعروف أيضا بعبد الله قرداش. أكد أن القوات الأمريكية التي قضت على زعيم داعش عادت بأمان من العملية ولم تقع أي إصابات بصفوف الأمريكيين. أشار أيضا إلى أنه سيوجه خطابا بعد قليل عن العملية. إذن غارة ليلية ودوي انفجارات وعملية إنزال على الشمال السوري في سيناريو شبيه بعملية مقتل تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بحسب ما وصف المرصد السوري. شهود العيان وفصائل المعارضة أيضا تحدثوا عن هبوط عدة طائرات هليكوبتر في منطقة بالقرب من بلدة أطمة في محافظة إدلب وسط تحليق مكثف لطائرات F-16. هي الطائرات التي انطلقت من قاعدة خراب عشك في عين العرب كوباني ووصلت إلى هدفها لتقصف مروحيات التحالف الدولي بالرشاشات الثقيلة مناطق متداخلة بين محافظتي إدلب وحلب غربي قرية دير بلوط. ثم نفذ جنود التحالف إنزالا في المنطقة ونادوا عبر مكبرات الصوت وبسرعة إخلاء أحد المنازل من النساء والأطفال قبل أن يقتحموه. دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر التحالف الدولي وبين أيضا مسلحين استعملوا مضادات جوية لاستهداف الطائرات. استمرت هذه العملية أكثر من ساعتين وانتهت بمغادرة طائرات الهليكوبتر المكان لتكشف الأنقاض بعد ذلك عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم نساء وأطفال. مصادر الحدث كشفت أيضا عن أن المستهدف من العملية هو زعيم داعش عبد الله قرداش وليس قياديا بالقاعدة كما أشارت تقارير سابقة. هي المنطقة الخاضعة أيضا لسيطرة هيئة تحرير الشام وتضم العديد من مخيمات النازحين، ينشط فيها فصيل حراس الدين وهو المرتبط بالقاعدة، وغالبا أيضا ما تستهدف واشنطن قياديين في آخرهم القيادي عبد الحميد المطر في أكتوبر الماضي.
ينضم إلينا من أربيل الأستاذ إحسان قيسون المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. أهلا ومرحبا بك في هذه الساعة المفصلة عن هذه العملية والتي تعتبر أكبر عملية إنزال للتحالف منذ اغتيال البغدادي. وهنا الحديث عن ما أهمية التوقيت ودلالات التوقيت وتحليل هذه الضربة من الناحية الجغرافية حتى للمنطقة، ماذا ستغير، وخاصة أنه انتهاء الجيل الأول من هذا التنظيم. تفضل. تحية لك دكتورة أسماء. عملية إنزال نوعية اشتركت فيها طائرات F-16 وطائرات أباشي وطائرات مسيرة وطائرات خاصة لإنزال القوة الذي تحاصر هذا المنزل. هذه العملية قتل فيها الخليفة المزعوم لتنظيم داعش، وهو المكنى بعبد الله قرداش، والمكنى أيضا بأبو إبراهيم الهاشمي القرشي، واسمه الحقيقي أمير محمد سعيد المولى، من مواليد 1979 في ناحية المحلبية غرب الموصل، وسكن قضاء تل عفر. هذا الإرهابي انتمى لقاعدة سنة 2006، ومن ثم تم تنظيم داعش، وكان أحد مساعدي خليفة المزعوم المقتول أبو بكر البغدادي. العملية هذه هي من أخطر العمليات والتكتيكات العسكرية، هي الإنزال الجوي. هذه العملية تعتمد على ثلاثة عناصر، إذا لم تتوفر العناصر الثلاثة سوف تفشل العملية. أولا المعلومة الاستخبارية الدقيقة جدا، ثانيا سرية العملية، إذا سربت أي معلومة على العملية ستفشل، ثالثا السرعة في التنفيذ والانسحاب. وهنا نقطة يجب أن نتوقف أيضا، العملية استمرت أكثر من ساعتين، فإذا كان هنالك مقاومة شديدة، ويبدو أن المناطق المحيطة بالمنزل الذي يتواجد فيه أمير محمد سعيد الملقب عبد الله قرداش، كانت هنالك عناصر في مواقع قريبة من المنزل وقامت بالمقاومة. وأنا أتوقع أحد الطائرات الإنزال الذي أعطبت بسبب مقاومة هذه العناصر اللي كانوا موجودين بالقرب من منزل الذي يتواجد بها الخليفة المزعوم، وهم جزء من حماية خليفتهم المزعوم. فإذا وقعت خسائر بالقوة قوة الإنزال، وهي إعطاء طائرات إنزال، فلذلك هذه الطائرة تم قصفها وتدميرها. تفضل بالبقاء معنا سيادة العميد، يعني هنا الحديث أستاذ إحسان، سيظل الحديث مستمر عن التطورات، وننتقل إلى الزميل ماجد حميد. وما الجديد لديك ماجد؟ تفضل. نعم، الجديد في المعلومات بأن من قام بتفجير نفسه هو عبد الله قرداش، يعني من فجر نفسه داخل المنزل أثناء عملية الاقتحام من قبل القوات الخاصة الأمريكية هو عبد الله قرداش، قام بعملية تفجير نفسه مما أدى إلى مقتل زوجاته ممن كنا معاه في داخل هذا المنزل. عدد القتلى 13 شخصا قتلوا، 5 قتلوا داخل المنزل، والعدد المتبقي قتلوا أثناء عملية مواجهة في محيط المنزل، على ما يبدو بأنه كان هناك خط أول لعملية الدفاع عن عبد الله قرداش تم أثناء عملية سماع صوت الطائرات، ومن ثم قاموا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمريكية. بعد عملية مقتل هؤلاء تقدمت القوات الأمريكية لاقتحام المنزل، ومن ثم حدثت عملية التفجير التي تمت من قبل عبد الله قرداش، وكان داخل المنزل أيضا زوجات قرداش موجودة في هذا المنزل الذي هو في ريف إدلب. فقط أريد أن أشير بأن المعلومات التي توصلنا إليها، الاسم أمير محمد سعيد عبد الرحمن محمد المولى، مواليد 76، يعني الألقاب التي حصل عليها منذ
عمله في تنظيم القاعدة وصولا إلى داعش، حجي عبد الله قرداش، أبو عمر التركماني، أستاذ أحمد، المناصب التي تولاها الشرعي عام الولايات الشمالية في العراق، الأمير الشرعي لولاية نينوى، شرعي عام العراق، أمير لجنة المشرفة على العراق، وكذلك أمير اللجنة المفوضة لإمارة التنظيم في زمن أبو بكر البغدادي، ومن ثم شغل منصب أمير تنظيم داعش. يعني هذه هي المناصب التي تولاها، وأيضا كما أشرت بأنه قتل أو قام بتفجير نفسه أثناء تقدم القوات الخاصة الأمريكية لهذا المنزل. نعم، ستبقى معنا لأي جديد ماجد إلى هذه اللحظة. نعود لأستاذ إحسان. هنا الحديث عن صفعة إضافية وجهت الآن لهذا التنظيم، يليها انهيار أيضا في المعاقل الميدانية، لكن يبدو أن هذا التنظيم لم ينتهي ولن ينتهي، دائما ما يكون له تجديد في أوراقه أو وجوده على الأرض. كيف يمكن الربط الآن بتجديد أو إحياء هذا التنظيم لنفسه حتى بعد هذه الضربة وما بين المتغيرات الإقليمية في الآونة الأخيرة؟ التنظيمات سيدتي العزيزة، التنظيمات الأيديولوجية تحمل فكر لا نستطيع القضاء عليها بالعمليات العسكرية فقط. يبدأ أن تبدأ الحرب الفكرية. الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الفكر المتطرف، الفساد، الفقر، التهميش، الطائفية، هذه كلها لحد الآن نعمل عليها. ولكن لنعود إلى العملية. العملية دائما، حتى أبا بكر بغدادي قتل في منطقة قريبة جدا من هذه المنطقة، وهي الحدود الفاصلة بين إدلب وحلب. يبدو أن هذه المنطقة منطقة رخوة أمنيا، فلذلك يتواجد دائما القادة في هذه العملية. ولكن الهدف من هذه العملية يبدو لي حسب المعطيات بأن الهدف هو إلقاء القبض على عبد الله قرداش وليس قتله، ولكن القوة التي داهمت المنزل فقدوا عنصر المباغتة، واستطاع عبد الله قرداش أن يفجر الحزام الناسف وأن يقتل نفسه، لأن كان هو بنك من المعلومات. لو تم إلقاء القبض على عبد الله قرداش سوف نوقع الكثير من الخلايا هذا التنظيم الإرهابي في مسرح العمليات السوري وأيضا في مسرح العمليات العراقي، والكشف عن أسماء القادة الميدانيين لهذه الخلايا. ولكن يبدو بأن القوة التي داهمت لن تستطيع إلقاء القبض لأنها فقدت عنصر المباغتة. واثنين، هذه العمليات سيدتي العزيزة لا تأتي بزمن قصير، هذه العملية تأتي بعد مراقبة مخابراتية واستخباراتية لا تقل عن شهرا 30 يوما، ومراقبة الهدف خلال 24 ساعة في 24 ساعة، وهنالك معلومات لدي تقول بأن جهاز مكافحة الأرهاب العراقي شارك في هذا العملية، وأيضا هنالك معلومات دقيقة قدمت من جهاز المخابرات الوطني العراقي لإكمال هذه العملية. فتوفرت عناصر، وبالأخص هذا الإنزال سيدتي العزيزة قام في أرض تسمى أرض العدو، يوجد فيها حرات الدين وهيئة تحرير الشام. فإذا كان لذلك شاركت، لو عدنا للعملية الذي قتل بها أبو بكر البغدادي لن تشارك هذه الأعداد الكبيرة من طائرات F-16 وطائرات الأباتشي وطائرات مسيرة وطائرات الإنزال المقاتلين أو العملية الخاصة أو القوة الخاصة التي أدت إلى مقتل الزعيم. فلذلك هذه العملية كانت أكبر بكثير من عملية قتل أبو بكر البغدادي، واشتركت بها قوات كبيرة وطائرات ثابتة الأجنحة وطائرات مروحية وطائرات مسيرة لتحقيق الهدف، وهو إلقاء القبض على البنك المعلومات في داعش. ولكن يبدو بأنه فجر نفسه ولن تستطيع القوة تحقيق الهدف المراد منه هو إلقاء القبض على هذا الإرهابي. نعم، بالحديث عن كم هذه الجرائم التي قام هو بارتكابها شخصيا والإشراف عليها بحسب ما وردنا من عواجل، زعيم تنظيم داعش تركماني من العراق وهو مسؤول عن المجازر ضد الأيزيديين في عام 2014، أيضا كان نائبا للبغدادي عام 2017 وأدار العلاقة بين قادة داعش حول العالم. نستطيع القول الآن أستاذ إحسان أنه
هذه الجماعات ستعيد ترتيب صفوفها حتى مع هذه الصفعات بشكل مختلف، خاصة أنه الآن هم متمترسين في أماكن فيها مدنيين وقريبة لمناطق قد لا تخطر على بال أبداً. جمع المعلومات الاستخباراتية والمشاركة فيها بشكل دقيق قد يحدد ماهية وهوية أشخاص آخرين يتم البحث عنهم بالتعاون مع التحالف الدولي الآن؟ نعم، الآن داعش بمقتل الخليفة المزعوم أو زعيم داعش، هذا كسر ظهر داعش. سوف يكون هنالك صراع، وهذا أهم شيء، الصراع على الخلافة. الصراع على الخلافة سوف يضعف داعش، لأن هنالك كثير من القادة الخط الأول سوف يكون هنالك صراع على أن يكون خليفة فلان أو فلان، وهنالك الكثير من أسماء لا مجال لذكرها الآن، ولكن هذا الصراع سوف يضعف داعش. وأيضا وما تأثير هذا الضعف على العراق؟ يعني تأثيره مباشرة على العراق، خاصة أن العراق ما زال يعاني من داعش، وما زالت هناك خلايا كثيرة موجودة لداعش في العراق. داعش هو كتنظيم دولي سوف يضعف بمقتل زعيم داعش، وسوف يكون هنالك صراع بين القيادات. فلذلك الآن داعش في حالة صدمة، وسوف يرد. طبعا داعش سوف يرد، لأن هذا كما قلت لك قبل قليل، هذا تنظيم أيديولوجي عقائدي يحمل فكر متطرف. لن نقضي على الأسباب التي أدت إلى ظهوره من الفساد والطائفية والتهميش، فكل هذه لن يقضى عليها إذا كان في مسرح العمليات العراقي أو في مسرح العمليات السوري. فإذا علينا أن تبدأ الحروب، الحرب ضد الفساد، الحرب ضد الفقر، الحرب الفكرية على رجال الدين الأفاضل أن يبدأوا بالحرب الفكرية ضد هذا التنظيم، لأن الدين الإسلامي هو دين السلام والرحمة وليس دين قطع الرؤوس. فلذلك هذا التنظيم سوف تعاني، هو مصدر صريح للشر، وسوف تعاني المنطقة لعدة عقود قادمة إذا من داعش أو تنظيمات إرهابية. ستبقى معنا لتوفر الأسباب لإنتاج مثل هكذا تنظيمات إرهابية. تفضل بالبقاء معنا أستاذ إحسان. سننتقل أيضا ونعود لضيفنا أستاذ إبراهيم الأدلبي، وهنا الحديث عن أيضا مجموع الإسقاطات على سوريا بعد مقتل هذا الزعيم، وإضافة صفعة إضافية في مواجهة للتنظيم بعد الانهيار الكبير الذي مني به أو به في مقتل واغتيال البغدادي. هنا التجديد يعني ما زال لم ينتهي ويبدو أنه لن ينتهي. طبعا نعم صحيح، إذا انطلقنا منذ مقتل البغدادي عندما عاش التنظيم بحالة توهان مما أدى إلى انكساره وانحسار سيطرته على العديد من المناطق أو البؤر، وليس المناطق البؤر والخلايا التي كانت تقوم بعمليات فردية، التقت هذه العمليات أو توقفت إلى حين تعيين قرداش على أنه هو الزعيم الجديد لهذا التنظيم، وهو كان نائب سابق. أيضا طبعا بعد مقتل قرداش سيعيش التنظيم وخلايا حالة من التخبط الكبيرة جدا، لأنه الآن هو فاقد للرأس المدبر أو للشخصية القيادية التي هي تعتبر شيء رمزي أكثر ما هي قيادي بالنسبة لخلايا هذا التنظيم المنتشرة اليوم. لا أتوقع على المستوى الشخصي أن يكون هناك عمليات لهذا التنظيم، عمليات انتقامية، لأن آخر عملية قام بها هي عملية السجن الصناعة في الحسكة وفشلت العملية، ولم طبعا يكتب لها النجاح مع فرار بعض المساجين الذين ما تزال القوات المختصة تلاحقهم من أجل إلقاء القبض عليهم إن كان في العراق أو في سوريا، وستضيق بهم الأرض. ولكن هنا الأمر يعود إلى المسؤولين عن السجن، في حال قاموا بمشاركة معلومات الأشخاص وكانوا واضحين جدا من هم الأشخاص الذين فروا من هذا السجن ومشاركة صورهم الحديثة، لأن أكيد من المتوقع أن يكون هناك صور حديثة لهؤلاء المساجين أو عناصر تنظيم داعش الذين فروا، ومشاركاتها ستصل إلى جميع المدنيين، والمدنيون هم من سيقوموا بالإبلاغ عن عناصر هذا التنظيم أو الفارين أو خلايا الموجودة، لأن المدنيين في سوريا وفي إدلب تحديدا يرفضون رفضا قاطعا وجود أي عنصر، أو إن كان عنصر أو كان زعيم أو مهما كانت رتبته من خلايا هذا التنظيم في المنطقة. لذلك سيكون هناك حالة من العشوائية الكبيرة جدا والتخبط خلايا هذا التنظيم في القريب العاجل بعد مقتل زعيمهم، وسيكون هناك فترة، أتوقع فترة زمنية
طويلة بينما يتم الإعلان عن زعيم جديد أو عن قائد جديد لهذه الخلايا. لا نتحدث عن تنظيم لأن يمكن القول أن هذا التنظيم انتهى، وعلى لسان التحالف الدولي والمعنيين بمحاربة تنظيم داعش عندما أنهوا معركة البوغوز بسوريا العربية قالوا أن هذا التنظيم على المستوى الهيكلي على أنه تنظيم كبير انتهى، ولكن الآن هي حرب خلايا وحرب عصابات منتشرة إن كان في سوريا في العراق أو من تمكن منهم بالوصول إلى أوروبا بطريقة ما. هذه الخلايا النائمة التي يتم ملاحقتها من قبل الجهات والمختصة، ولا وأعيد وأكرر لا أتوقع أن يكون هناك أي عمليات ردات فعل لا في سوريا ولا حتى في العراق على التنظيم. نعم، هل نستطيع القول الآن أنه إدارة المعركة أو التواصل ما بين تنظيم داعش في جميع أنحاء العالم سيكون بشكل مختلف، خاصة بعد هذه الضربات الموجهة والتي تقص رؤوس على طول؟ يعني هنا نتحدث عن زعماء وقادة ومن يتولون أيضا تنفيذ عمليات كبيرة وواسعة ومنذ سنوات، ليس من الآن فقط. هل ستتغير الاستراتيجية الآن، خاصة أنه دائما ما يرصد مكافآت لمن سيدلي بمعلومات، ومكافآت ليست بقليلة من قبل الإدارة الأمريكية؟ في الحقيقة لو تابعنا كيف أن هذا التنظيم، تنظيم داعش أو بشكل عام التنظيمات الإرهابية المتطرفة، كيف تقوم بتطوير آليات التواصل وتمرير المعلومات ما بين القيادة وصولا أو من رأس الهرم وصولا إلى قاعه، هناك شكل دوري الجهات المعنية تقوم بإلقاء القبض إن كان على ما يطلق سابقا عليه سعي البريد، وهو شخصية ما كانت تحمل الرسائل من القيادة من الرأس وصول من رأس الهرم وصولا إلى القاع. ولكن في تنظيم داعش بعد مقتل البغدادي يبدو أن هناك كانت آليات تواصل مختلفة ومعقدة، منها مستخدمين هذه المرة تم إلغاء ما يعرف بسعي البريد أو الشخص يقوم بنقل الرسائل أو التعليمات، انتقلوا ما هو أخطر من ذلك وهو استخدام التكنولوجيا المتاحة. سابقا تنظيم داعش تمكن من بالنسبة للطائرات المسيرة قبل أن يتم هذا التنظيم، وهذا كان للعلن، ولكن يبدو أنهم اليوم يمتلكون أدوات اتصال حديثة. لو أخذنا بعين الاعتبار العملية التي حدثت في الحسكة في سجن الصناعة، وكيف أن هناك كان في نفس الوقت عملية في منطقة الديالة أدت إلى سقوط شهداء من قوات الجيش العراقي ثم طيب التمرد. هذا يثير سؤال أستاذ إبراهيم، أنه هل ستكون هناك ردات فعل انتقامية رداً على ما قامت به الآن الولايات المتحدة وإعلانها مقتل علي قرداش، إجراء عمليات في الغرب حتى وإن كانت رمزية؟ هل نستطيع القول ذلك؟ على المستوى أتوقع أن تكون هناك عمليات فردية من خلال استخدام أسلحة البيضاء كما حدث في وقت سابق عندما قتل البغدادي أحد المصابين أو المعاقين فكرياً الذي قام باستخدام سكين في إحدى الشوارع بأوروبا وقام بمحاولة قتل المدنيين. لذلك قد تكون فقط هي عبارة عن أعمال فردية بسلاح أبيض، ليس هناك، لا أتوقع أن يكون هناك درجة عالية من الاتصال لاستخدام المتفجرات أو حتى الأسلحة المتوسطة أو الفردية. سيقتصر العمل على أسلحة بيضاء، وهذا الأمر خطير جدا لأن وجود مثلا أو وجود العناصر أو خلايا التنظيم بشكل إفرادي منتشرين كان في أوروبا أو حتى في العراق أو في سوريا وقيامهم بعمليات ترويع للمدنيين من خلال أي نوع من أنواع الأسلحة، هذا أمر خطير. ولكن لن ترتقي عملية رد هذا حلول هذا التنظيم لما يعرف بعملية عسكرية، سيقتصر فقط على موضوع الرد على المستوى الفردي بالأسلحة البيضاء. كنت أريد كمان نقطة مهمة وهي آلية التواصل الحديثة ما بين عناصر هذا التنظيم والقيادات والرأس والهرم، خاصة كنت أتحدث عن عملية سجن الصناعة والتنسيق ما بين سوريا والعراق والقوات التي قدمت من أجل مؤازرة عناصر التنظيم القابعين في السجن الذين حاولوا الفرار من الجهة أو البوابة الغربية. استخدموا تكنيكا عالي جدا وأدوات اتصال حديثة لأنه بلحظة انفجار الخزان القريب من خزانات الوقود القريبة من سجن الصناعة بالحسكة. أستاذ إبراهيم سأقاطعك وأعتذر، ابقى معنا. ننتقل إلى زميلنا ماجد حميد. يعني الظروف الجوية المحيطة بك ماجد ظروف لابد أن نعذرك فيها. ماجد هل تسمعني؟ لا ولا يهمك. أهلا وسهلا بك. نعم ماجد، يعني الحديث الآن عن انعكاسات كل هذه العمليات على العراق، خاصة أن العراق أيضا شارك في جمع معلومات استخباراتية وأدلى بها وربما تعاون أيضا في هذه العملية الكبيرة الخاصة بالإنزال. نعم. هل نستطيع القول الآن أن تأثيرها مباشر جدا سيلمس على الأرض، خاصة أنه هناك قبل وقت كان تم إعلان
عمليات ستنفذ لحساب داعش في العراق، نجح منها ما نجح وظل في الأدراج ما ظل. نعم، فقط أريد أن أشير بأن المكان الذي قتل فيه قرداش ويبعد عن المكان الذي قتل فيه زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي 24 كيلو متر فقط، أي المكان الذي قتل فيه عبد الله قرداش في إدلب السورية يبعد عن المكان الذي قتل فيه أيضا في سوريا أبو بكر البغدادي 24 كيلو متر فقط. النقطة الآن تتحول من سيكون خليفة قرداش. المعلومات تشير بأن نائب قرداش ووالي العراق هو أيضا من العراق، أي يحمل الجنسية العراقية، لأنه بعد مقتل حامد الزاوي والذي كان أيضا شغل منصب قائد التنظيم بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي كان عراقيا من مدينة حديثة، ومن ثم أبو بكر العراقي عراقيا من سامراء، ومن ثم عبد الله قرداش عراقي من محافظة نينوى وتحديدا تل عفار. نحن الآن أيضا المعلومات تشير بأن خليفة البغدادي ربما أيضا يكون عراقي الجنسية، ووالي العراق الآن وهو يلقب بالعيساوي أيضا هو عراقي الجنسية. تأثير تنظيم داعش على الساحة العراقية ربما تكون هناك بعد أن يكون هناك بيان يتم فيه الإعلان رسميا من قبل داعش عن مقتله وتسمية زعيم جديد لهذا التنظيم الإرهابي، سيكون هناك عمليات ربما تحمل اسم قرداش بعد الإعلان عن مقتله. لكن هناك منذ تقريبا شهر عمليات مكثفة للقوات العراقية بتحديدا برفض قيادة العمليات المشتركة بعمليات استخباراتية، من خلالها يتم استهداف تنظيم داعش في نينوى. هناك عمليات قصف، عمليات تحصين للحدود، كذلك المخابرات العراقية التي شاركت بمعلومات دقيقة مع قوات التحالف عن بعض الشخصيات التي كانت مرافقة لعبد الله قرداش. ومن خلال يعني المعلومات التي لدي بأنه منذ شهر تقريبا هناك عملية مراقبة ما بين جهاز المخابرات وكذلك قوات التحالف لعملية تنقل قرداش، ومن ثم استقر في هذا المنزل في أدلب وتم قتله، أو تم عملية قتله بعد أن قام بعملية تفجير نفسه وهو كان يرتدي حزام ناسف، وأيضا كان في المنزل ثلاث نساء هن زوجات قرداش، وأيضا كان هناك عدد من المسلحين بالقرب من المنزل فتحوا النار على القوات الأمريكية. الآن يتم عملية تدقيق أمني أكثر، عملية تبادل معلومات، عملية اجتماعات أمنية لتحديد مصير العمليات في العراق ما بعد مقتل قرداش. من سيكون الخليفة؟ أين سيذهب عناصر التنظيم اللي موجودين في العراق بشكل خلايا؟ ما هي الأهداف التي ربما يقوم التنظيم بضربها بعد مقتل قرداش أو انتقام لمقتل قرداش؟ شكرا جزيلا زميلنا ماجد حميد على كل هذه المعلومات والتفاصيل عن العملية الأمريكية في شمال سوريا، ونتمنى للجميع السلامة. شكرا جزيلا. إذا نعود أيضا إلى الأستاذ إحسان. أستاذ إحسان، وهنا الحديث عن فعلا انعكاسات هذه العمليات، الأغرب أيضا ربما وهذا ما يثير أسئلة كثيرة، اختيار هذه القيادات كلهم من العراق، يعني كلهم شخصيات عراقية. من سيتولى الآن أو سيخلف قرداش وعراقي أيضا يلقب بالعيساوي، خطورة انعكاس ذلك أيضا على الداخل العراقي. يحتمل يكون العيساوي عراقي ولكن هو تنظيم، ولكن من سوء حظنا نحن العراقيين أن نكون قادة هذا التنظيم الإرهابي عراقيون ونحن براء منهم، وهم لا يسمون بالعراقيون وإنما يسمون بالإرهابيون. بعد انتهاء سيدتي، بعد انتهاء حرب الحركة، كنا المعركة أصبحت الحرب أصبحت استخباراتية ومعلوماتية، وهذا ما حدث بالفعل. داعش بعد تحرير الموصل فقدوا قدراتهم القتالية وفقدوا قياداتهم الميدانية وفقدوا الدعم اللوجستي وفقدوا حواضنهم، هذا أهم شيء سيدتي دكتورة اسمع، فقدوا حواضنهم التي كانت تؤمن لهم حرية الحركة والتواجد داخل المدن. إذن الآن علينا أن نقوم بحرمان داعش من حرية حركة مقاتليه وأسلحته واعتداءه بين مسرح العمليات السوري ومسرح العمليات العراقي، وإذن وذلك يحدث في مسك الحدود بيد من حديد. وبالأخص إذا علمنا بأن الجانب السوري
الحدود السورية العراقية، هنالك فراغ أمني لا النظام السوري ولا قصد ولا تستطيع مسك الحدود. فإذا علينا مسك الحدود وعدم السماح لكرة النار أن تتدحرج من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية، وبالأخص بعد تحرير بعض قادة داعش من عملية. وما مدى التأمين لهذه الحدود؟ ما مدى التأمين لهذه الحدود؟ خاصة نحن استعرضنا تقارير قبل فترة وما وزالت مستمرة أنه هناك تأمين وهناك دوريات ليلية وهناك مراقبة للحدود العراقية السورية واستيقاظ أمني لهذه الحماية. هل يمكن القول الآن أنه هذا التنظيم باسمه العريض داعش قد يكون، وهذا يبدو واردا الآن أستاذ إحسان، أنه هناك مسميات أخرى تقع تحت مظلة داعش؟ نعم، هنالك سيدة دكتورة اسماء حدثت أخطاء في إدارة الحرب سنة 2014. هنالك في الفكر العسكري الاستراتيجي شيء يسمى أسبقية العمل العسكري. كان يجب بعد تحرير مدينة الموصل ووقف تعبوية للقطاعات العسكرية كان يجب مسك الحدود العراقية وبدأ الصفحة الثانية وهو مطاردة الخلايا الذي فرت من الموصل ومن الرمادي ومن الفلوجة وأصبحت الصحراء وسلاسل الجبال ملاذ آمن لهذه. هذه لن تحدث، لن يتم مسك الحدود ولن تبدأ الصفحة الثانية. فلذلك استطاع داعش أن يعيد شيئا من قوته خلال تواجده في هذه الصحراء أو سلاسل الجبال. ولكن لو عدنا بعملية اقتحام سجن الصناعة، يبدو أن داعش استطاع أن يعيد شيئا من القيادة المركزية الذي فقدها بعد مقتل أبو بكر البغدادي، وأصبحت الخلايا الجوالة أو التنظيم خيطي. ولكن يبدو هو نائب للبغدادي منذ عام 2017 وكان مختص بإدارة العلاقة بين قادة داعش حول العالم، إذن هو موكل بكثير من المهام حتى وإن كان البغدادي في وقتها كان ما زال على قيد الحياة. لكن يبدو أنه دائما هناك خليفة للخليفة، نائب للنائب، يعني عجلة لا تنتهي. سنكون في متابعة لكثير من التطورات، وأعتذر على مقاطعتك، كانت ساعة مفتوحة بكاملها للعواجل ما يأتي من سوريا وما يأتي أيضا من الإدارة الأمريكية. شكرا على هذا التحليل، كنت معنا من أربيل الأستاذ إحسان قيسون المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. أعود لك ضيفي أيضا أستاذ إبراهيم الأدلبي، وهنا تبقى فقط من الوقت أقل من دقيقتين، تفضل. نعم، تعقيبا على الحديث الأخير الذي جرى مع ضيفك والذي استحدث بشكل صريح جدا أن هذا الذي قتل من المتوقع أن يكون له خليفة وخليفة وخليفة آخر، ولكن عملية تعيين هؤلاء ليست بالأمر السهل، ستأخذ فترة زمنية قد تصل إلى شهر أو شهرين أو حتى 3 أشهر حتى تتمكن عناصر وقيادات التنظيم التي فرت من السجن والخلايا المتواجدة أو القيادة الهرمية لهذا التنظيم من تعيين شخص آخر أو ما يعرف ضمن نظامهم مبايعة خليفة آخر من أجل أن يقتل في عملية أخرى قريبة جدا. لأن هذه المرة إن وجد في منطقة أو قامت العملية في منطقة ستتحمل إن كان قيادة التحالف أو المسؤولين عن متابعة ملف تنظيم داعش في حال لم يقوموا بنشر المعلومات الصحيحة التي ترشد الجميع على وجود أو ترشد الجميع لمعرفة القائد الجديد لهذا التنظيم أو الزعيم الجديد لهذا التنظيم الإرهابي، وخاصة أنهم يمتلكون الملفات كاملة. هذا لن تكون إدلب هي المنطقة الآمنة من أجل هؤلاء الفارين من وجه العدالة، والذين هم بالأساس من نكروا بمنطقة إدلب في وقت سابق. نتحدث عن تنظيم داعش بشكل مباشر، إن كان البغدادي الذي قتل على بعد 25-24 كيلومتر حقيقة من الموقع الذي قتل فيه عبد الله قرداش، فلن ينتظر المدني أن يقتل القائد الثالث أو الزعيم الثالث تنظيم داعش داخل المخيمات، مما قد يعرض المدني. شكرا جزيلا، انتهت وقت الساعة وأعتذر على المقاطعة، كنا في ساعة مستمرة. شكرا جزيلا من الحدود السورية التركية الناشط السياسي أستاذ إبراهيم الأدلبي. إذن مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة، ساعة كاملة غطينا فيها كل العواجل القادمة من الإدارة الأمريكية بخصوص أكبر عملية إنزال للتحالف منذ اغتيال البغدادي، والتي تم على إثرها مقتل في غارة أمريكية بإدلب قتلت زعيم تنظيم داعش قرداش. ونتمنى أن نستمر معكم خلال هذه التغطية في معلومات جديدة. دمتم في حفظ الله وأمانه، إلى اللقاء. We'll be right back.
الله.